مدبولي يتابع موقف تطوير مشروعات الغزل والنسيج والسيارات ويطلع على جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. نتنياهو يتعهد بالرد على هجوم الجولان وقواته تشن غارات على جنوب لبنان تسفر عن قتلى وجرحى. حماس تتهم نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق تهدئة في غزة، ورئيس وزراء بريطانيا يطالب باتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في القطاع. 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، 3:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، بحث خلاله تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألمونيوم والسيارات. وقدم وزير قطاع الأعمال شرحا تفصيليا حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر للتجارة وحليج الأقطان ومشروع إنتاج البوليستر، حيث وجه مدبولي في هذا الصدد بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، مؤكدا الاستعداد لدعم أي توسعات للمصنع المقام أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير التمويل المطلوب لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر إلى نظم الري الحديث بدلا من الري بالغمر. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال، حيث اطلع رئيس الوزراء على الموقف المالي والتدفقات النقدية لجهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من 2020 حتى 2024، فضلا عن جهود الجهاز لتعزيز استدامة تنمية المشروعات. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العلمين الجديدة. وخلال لقائه وزير الطيران المدني، أكد الوزير العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية. كما أكد أن الوزارة تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويا بنهاية عام 2025. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال القوات المسلحة بالجيش الثالث الميداني وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور. كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري. وألقى اللواء أركان حرب هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الارتقاء لأعلى درجات الكفاءة القتالية
والحفاظ على الأسلحة والمعدات ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه. ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح والتصنيع العسكري بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالمية، كذلك الاهتمام بالفرد المقاتل إداريا وتدريبيا ومعنويا، ليظل رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضين في أداء المهام المقدسة المكلفين بها. وأشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وأن القوات المسلحة هي حصن الوطن ضد أي تهديدات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري، وأوصاهم بمواصلة البحث والاطلاع لزيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة. كما أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو آفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة. بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي هاتفيا مع ناظره الجابوني ريجيس أونانغان دياي سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائية، وخلال الاتصال الهاتفي تم التشاور بين الوزيرين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا القارية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. تبذل الدولة جهوداً كبيرة لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية من خلال توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي مع الحد من إهدار المحاصيل مثل القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع ومواصلة بناء صوامع جديدة. وتقوم الحكومة بصرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، فضلاً عن استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر محلياً بدلاً من الاستيراد. زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية هدف تعمل عليه الحكومة الجديدة، ويمثل ملفاً أساسياً على أجندة أعمالها لما له من أهمية في حماية الأمن القومي الداخلي. وتمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا وغيرها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، لذلك وضعت الحكومة ضمن برنامجها هذا الهدف على صدارة الأولويات. كذلك يمثل الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح هدفا أساسيا. كما تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية. فيما يخص الفلاحين والمزارعين، تولي الحكومة أهمية كبيرة لصرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة. كذلك تتوسع الحكومة في استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع
لتخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح. وفي هذا الإطار أولت الحكومة اهتماما بالغا بتحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ورفع الأصول غير المستغلة أو المستغلة. ملف آخر لإنجاز هذه الأهداف في مجال المحاصيل الزراعية هو البحث العلمي التطبيقي الذي يعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية، حيث تم وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية. كما تم تعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات، فضلا عن تحسين منظومة الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية. ترتكز رؤية برنامج الحكومة الجديدة على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة، بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة. لذلك أولت الدولة اهتماما خاصا للفئات الأولى بالرعاية على غرار الأطفال وكبار السن وذوي الهمم. أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية ترتكز عليها رؤية الحكومة ضمن فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأي فئة، بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة. في هذا الإطار أولت الدولة اهتماما خاصا بالأطفال وكبار السن وذوي الهمم، وهو ما انعكس في وجود برامج رئيسية تعمل عليها الحكومة وتشتمل على المسارات اللازمة نحو تمكين ودمج تلك الفئات بالمجتمع. فيما يخص حماية ودعم الأطفال، تعمل الحكومة على توفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقزم والسمنة. فيما يخص الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، تعمل الحكومة على تقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المدعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم. كذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بمبادرة دعم كريمي النسب، بما يضمن حصولهم على الرعاية المتكاملة، فضلا عن التوسع في آليات مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال وفي مبادرات مكافحة إدمان المخدرات. وكما تدعم الدولة أجيال المستقبل، لم تغفل برامج الحكومة المسؤولية المشتركة تجاه كبار السن، حيث تعد حماية وتحسين جودة حياتهم وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها على رأس أجندة أولويات الدولة. في هذا الملف قامت الدولة وتقوم بتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن.
وهكذا تواصل الدولة اهتمامها بالإنسان ودعم حقوقه، بدءاً من حماية الأطفال مروراً بالشباب والمرأة، وصولاً لكبار السن، في جمهورية جديدة فيها كرامة الإنسان هي الهدف والغاية. انطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، ويستمر المؤتمر ليومين بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من مختلف دول العالم وبتمثيل أممي كبير. تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 100 دولة حول العالم. هذا المؤتمر الذي يتعلق بالأخلاق ودوره في بالنسبة لتسارع الحياة الآن وتشابكها، إنما هو العلاج الوحيد لمنع الحروب بين البشر وتحقيق الأمن والسلام بالنسبة للعالم جميعا. هذا المؤتمر جاء في وقت مناسب جدا، لأننا نحن نرى في الدنيا ككل وفي الغرب خاصة أن الأخلاق ابتدعت عن الإنسانية، والإنسانية تحتاج إلى الأخلاق، فالخلق الحسن لا يمكن أن ينفصل عن الدين. برنامج المؤتمر حافل بالعديد من الفعاليات المهمة، حيث افتتح اليوم الأول للمؤتمر بكلمة من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة للوفود ثم الجلسة العلمية الأولى حول البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه. هذا الاجتماع مهم جداً، لأن الفتوى الصادر من جهة مثلا دار الإفتاء المصرية يكون مقبولة ومعتمدة عند الناس، ويأخذون من الفتوى ويلتزمون به إن شاء الله. على عاتق المفتيين والعلماء الإسلام اليوم إيجاد الفتاوى التي تريح للمسلمين أن يعيشوا في بيئة في هذه البيئة، وخاصة في بيئة التي يعني اليوم كما نعرف يعني اختلط الدنيا يعني ليس من قبل مسلمون كانوا يعيشون في بلادهم وفي بيئة الإسلامية، ولكن الآن تغيرت الأمور. لا يخفاكم أن جوهر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو تتميم مكارم الأخلاق، إنما بالحصر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق وفي رواية حسن الأخلاق. والمفتي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغ عنه، وهو مبلغ بعد تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون، لا يستثنى من ذلك شيء. ينبغي عليه أولا وقبل كل شيء أن يكون واعيا بالأحداث وبالوقائع وبأحوال الناس وأعرافهم وما يتصل بهم، وينبغي أن يكون هاديا لهذه الأخلاق المحمدية. يعد المؤتمر منصة هامة لمناقشة دور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية ومناقشة دور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. We'll be right back.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الذي وقع على هضبة الجولان في مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 12 شخصا. وذكر نتنياهو في بيان أصدره مكتبه بعد زيارته مجدل شمس أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح بمرور هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا الرد قادم وسيكون قاسيا. أعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم طفل في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب بلدة شقرة في جنوب لبنان. يعد هذا الهجوم هو أول هجوم إسرائيلي على لبنان يسقط قتلى، ويأتي ذلك بعد ادعاء إسرائيل أن هجوما صاروخيا نفذه حزب الله أسفر عن مقتل 12 في هضبة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل. مخاوف متزايدة من تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما قد يلقي بظلال قاتمة على مستقبل المنطقة والانجرار إلى حرب شاملة، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار منذ أشهر مع حزب الله في جنوب لبنان منذ 7 أكتوبر والعدوان على غزة. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي فوض حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بتحديد طريقة وتوقيت الرد على الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، والذي أودى بحياة 12 شخصا، وهو الهجوم الذي حملت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عنه، وهو ما نفاه الأخير. إسرائيل وبعد الهجوم مباشرة تعهدت بالرد على حزب الله، حيث قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في جنوب لبنان، لكن من المتوقع أن يكون هناك رد أقوى عقب اجتماع تل أبيب الأمني الذي عقده نتنياهو بعد عودته من زيارة لواشنطن. ردود الفعل الإقليمية والدولية ما زالت تتوالى في هذا الشأن، ففي القاهرة أكدت مصر أن الهجوم قد يودي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، وفي واشنطن قالت الولايات المتحدة إنها تجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ هجوم السبت، لافتة إلى أنها تعمل على إيجاد حل دبلوماسي. إلى ذلك قالت مصادر إن حزب الله في حالة استنفار شديد، وبادر بإخلاء بعض المواقع المهمة في جنوب لبنان وسهل البقاع شرقي البلاد تحسبا لهجوم إسرائيلي. في غضون ذلك ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أنها أرجأت وصول بعض الرحلات دون إبداء أسباب، فيما ألغت شركات طيران أخرى أبرزها لوفتهانزا رحلات كانت متوجهة من وإلى مطار بيروت الدولي. كان حزب الله قد أعلن في البداية أنه أطلق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان، لكنه نفى تورطه في الهجوم على مجدل شمس، في حين أشارت مصادر إلى أن السبب الهجوم هو سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي ضمن القبة الحديدية ضل طريقه. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع رئيس إسرائيل إسحاق هرزوغ لبحث الهجوم الصاروخي الذي وقع على الجولان المحتلة وتحمل إسرائيل وحزب الله المسؤولية عنه. وخلال الاتصال شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع وبحث الجانبان جهود التوصل لحل دبلوماسي للسماح للسكان على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم، بالإضافة إلى الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ترحب بدعوة حكومة لبنان لوقف كل أشكال العنف، وذلك بعد هجوم على هضبة الجولان. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه إزاء تصاعد التوتر، مؤكدا أن توسيع الصراع في المنطقة لن يكون في مصلحة أي أحد. We'll be right back.
إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. اتهمت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بانتهاك استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين. أوضحت حركة حماس أنها اطلعت من خلال الوسطاء على ما دار في مفاوضات الهدنة التي عقدت في روما مؤخرا، مشيرة إلى أن ما نقله الوسطاء يشير إلى تعمد نتنياهو وضع شروط ومطالب جديدة متراجعا بذلك على الورقة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق، والتي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار لمجلس الأمن الدولي. طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرزوغ بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال لقائهما في باريس قال ستارمر إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وأكد رئيس الوزراء البريطاني دعمه المستمر لما سماه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن وفقا للقانون الدولي. شددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان على ضرورة توقف الأفعال التي تقوض فرص حل الدولتين مثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطرف العنيف من كل الأطراف. وأكدت الدول الأربع التزامها بدولة فلسطينية تأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية لإسرائيل في إطار حل الدولتين الذي يحقق السلام. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة. أشارت السلطات الصحية في قطاع غزة إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 39,363 شهيدا و 90,923 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. يوما تلو الآخر يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وعلى الرغم من المساعي الكبيرة للوصول إلى اتفاق هدنة ووقف لإطلاق النار، إلا أن الحال على الأرض لا يتبدل. شهداء هنا وجرحى هناك ومئات المباني المدمرة، هذا هو الوضع المستمر منذ عدة أشهر، حيث يعاني الفلسطينيون من ظروف قاسية وحرب إبادة جماعية. وفي أحدث التطورات على الساحة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أدى لسقوط شهداء وضحايا جدد. كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ونسفت أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ودمرت منازل أخرى وسط رفح الفلسطينية، فيما أطلقت طائرات مسيرة الرصاص في شارعين جنوب مدينة غزة. التطورات الأخيرة جاءت بالتزامن مع أحدث جولة محادثات والتي استضافتها
عرفتها روما بمشاركة وفد أمني مصري ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. وبحسب رئيس الموساد الإسرائيلي فإن المحادثات شهدت مناقشة وثيقة توضيحية قدمتها إسرائيل بشأن اتفاق صفقة تبادل المحتجزين المقترح. هذا هو إذن الوضع على ساحة القضية الفلسطينية بين محاولات للتهدئة والتوصل لاتفاق يحقن دماء الفلسطينيين وبين عدوان غاشم متواصل لا يفرق بين صغير ولا كبير. السادسة متواصلة ونتابع فيها. السفيرة الأمريكية تشيد بدور مصر في الشرق الأوسط وأزمة غزة وتتفقد ميناء العريش ومخزن الهلال الأحمر وشاحنات المساعدات. أشادت السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وبدورها في أزمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة لعودة الاستقرار إلى المنطقة. جاء ذلك خلال تفقد السفيرة الأمريكية ميناء العريش البحري في حضور محافظ شمال سيناء خالد مجاور. وكانت السفيرة الأمريكية قد تفقدت مخازن الهلال الأحمر اللوجستية في مدينة العريش حيث استمعت إلى شرح تفصيلي حول آلية استقبال المساعدات وطرق تخزينها وكيفية إعادة إرسالها إلى قطاع غزة. كما قامت السفيرة الأمريكية بتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية في المنطقة اللوجستية في مدينة رفح بجانب تفقد معبر رفح البري. استقبلنا سفينة المساعدات الإنسانية الرابعة ضمن عملية الفارس الشهم 3 بالتنسيق وتعاون كبير مع الأخوة هنا الأشقاء في جمهورية مصر العربية في تسهيل مهمة هذه دخول هذه السفينة، لهم كل الشكر. طبعا هذه السفينة تعتبر ضمن سلسلة من 4 سفن ضمن عملية الفارس الشهم 3 وتعد الأكبر من حيث الحمولة، حيث حملت على متنها 5340 طن من المساعدات. المستشفى الإمارات العام منذ أكثر من 160 يوم وهو موجود في ميناء العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث نقوم بتقديم العلاج الطبي والجراحي لأشقائنا الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، وهدفنا التخفيف عن معاناتهم بتقديم العلاج والجراحي والطبي الأمثل مع العلاج النفسي ولله الحمد. بعد توقف دام لخمسة أيام شهد معبر رفح البري تدفقا للمساعدات التي تم تجهيزها للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 74 شاحنة تحمل مواد إنسانية بالإضافة إلى شاحنات تحمل محروقات للعبور عبر معبر كرم أبو سالم. هذا في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الاحتلال تبرز أقصى درجة التعسف والعنف ضد الشعب الفلسطيني من خلال رفض عبور عدد كبير من الشاحنات واستمرار قصف المربعات السكنية للاجئين في الجانب الآخر من المعبر. المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نجدد بكم الترحيب، ولكن هذه المرة من أمام معبر رفح البري والذي شهد اليوم انفراج لعدد من الشاحنات التي عبرت منه إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث اليوم عن عبور 74 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وإيوائية ودوائية. سمع قوات الاحتلال الإسرائيلية رفضت 12 شاحنة من هذه الشاحنات وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري، هذا بالإضافة أنها سمحت لأربع شاحنات تحمل محروقات
وتحديدا تحمل غاز. بالفعل هذه الشاحنات يعني قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. اليوم يعني لدينا انفراج نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية والتي منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي منعا باتا من دخول أي من الشاحنات. أمس كان لدينا تكدس كبير من أمام معبر رفح البري، يعني أكثر من 116 شاحنة لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا لشاحنة واحدة فقط كانت تحمل غاز، وبالفعل هذه الشاحنة يعني قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح. ميدانيا لازلنا نسمع اليوم يعني حوالي 4 انفجارات كبيرة على الشريط الحدودي من الجانب الفلسطيني الآخر من المعبر. يعني هذه ذوي انفجارات تكرر يعني على مدار الساعة، وكان هناك تصاعد كثيف ل يعني ألسنة الدخان، ربما كان قصف يعني جوي أو حتى بالجرافات أو للدبابات، ولكن يعني بالفعل يعني هذه يعني الانفجارات لا تهدأ من الحين إلى الآخر، ودائما ما نسمع في هذه التوقيت في هذا التوقيت بالذات يعني سماع ذوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الغربية، وبالتحديد هذه الناحية التي تمثل تل السلطان والحي السعود الذي يتمركز فيه أكبر عدد من السكان النازحين من الشمال إلى أقصى الجنوب. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد 6 أكتوبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الولاية الحالية له والتي امتدت لخمس سنوات. من جانبه صدق مجلس هيئة الانتخابات على قرار تنقيح القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تضمنت منع مزدوجي الجنسية من الترشح ورفع الحد الأدنى لسن الترشح من 35 إلى 40 سنة والتمتع بالحقوق المدنية في معركة تمهيدا لانتخابات رئاسية هي الثالثة منذ أحداث 2011، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد 6 أكتوبر القادم موعدا لانطلاق الماراثون الانتخابي. إلى ذلك أعلن 8 مرشحون نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، أبرزهم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، وهو قيادي سابق بحركة النهضة، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والتي كانت موقوفة بتهمة السعي لقلب النظام منذ أشهر، فيما أعلن الحزب الجمهوري عن ترشيح أمينه العام عصام الشابي رغم توقيفه منذ 1.5 العام بتهمة التآمر على أمن الدولة. كما أعلن المنذر الزنيدي الوزير السابق في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ترشحه للانتخابات. من جانبه صدق مجلس هيئة الانتخابات على قرار تنقيح القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تضمنت منع مزدوج الجنسية من الترشح ورفع الحد الأدنى لسن الترشح من 35 إلى 40 سنة والتمتع بالحقوق المدنية. تبدأ غدا الثلاثاء فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 بالأردن المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر المقبل، وتستمر فترة تقديم طلبات الترشح لمدة 3 أيام، وتبشر الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح بدراستها لقبول الطلب أو رفضه، وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المقبل وتنتهي في 8 سبتمبر المقبل، أي قبل الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي شهدت حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة، والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. هذا ويشهد مهرجان العالمين الجديد الليلة حفلا موسيقي غنائي خاص يجمع ثلاثة فرق غنائية، هي كود مصر وهاي ودام وحافظ وبستان، وذلك في تمام الثامنة مساء. كما يحتضن المسرح الروماني في مدينة العالمين الجديدة انطلاق سلسلة من الحفلات الموسيقية والغنائية للفرق الغنائية الشبابية ونجوم الراب بواقع حفلة أسبوعية، حيث يفتح المسرح وأبوابه بشكل مجاني. إذن للمزيد من الفعاليات والحديث عن مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، وجديد المهرجان دائما معك، تفضل. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال، من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع معكم هذه الأجواء المبهجة والجميلة التي تسيطر على كل الأماكن السياحية الموجود فيها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وربما اليوم هناك عدد من الفعاليات. نستعد الآن لانطلاق مباراة أخرى لأساطير كرة القدم بمشاركة عدد من نجوم منتخب مصر، بالإضافة بالطبع إلى وجود بعض المعارض الخاصة بالأعمال اليدوية وبدعم من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة بالطبع كما ذكرتم إلى الحدث الفني والحفلات الفنية التي ستكون في مساء هذا اليوم في المدينة التراثية على المسرح الروماني. والحقيقة في أجواء جميلة مسيطرة هنا على كل الفعاليات، سواء الفعاليات الرياضية أو حتى كمان التجهيز للفعاليات الخاصة بمهرجان نبتة، ونحن نرى أنه يعني على قدم وساق تتم الاستعدادات المختلفة. لكن لمزيد من التفاصيل عن تحديدا مهرجان نبتة والعديد من الفعاليات القادمة، يسعدني أن أنا أرحب بالإعلامية لما جبريل المتحدث باسم مهرجان العالمين الجديدة. لما برحب بيكي وأهلا وسهلا بيكي معنا. أشكرك، أهلا بيك وأهلا بقناة الأولى. أهلا وسهلا. يعني يمكن لسه كنا بنتكلم أنه في فعاليات كتيرة موجودة النهاردة، لكن أنا أخذت بالي أنه تم التجهيز خلاص لمهرجان نبتة والاستعداد، ومن الواضح أن في فعاليات قوية جاية خاصة بالأطفال في شهر أغسطس القادم. لو تضعينا في تفاصيل مهرجان نبتة. حقيقي مهرجان نبتة من أهم المهرجانات اللي اشتغلنا عليها، تذاكر نزلت على تذكرتي فعلا، حابين وكنا مهتمين جدا جدا. دايما كنا بنقول ان في تقصير في حق الطفل، في حق ما يقدم للطفل، مع ان احنا قادرين جدا ان احنا نقدم محتوى يليق بالطفل المصري ويكون على مستوى جيد جدا جدا، لان احنا نقدر نعمل ده. زي ما انت شايف ورانا كده الاريا او المنطقه اللي هيبقى فيها فعاليات نبتة، فيعني اللي حابب طبعا ينورنا، تذاكر موجودة على تذكرتي كالعادة، وهيبقى على مدار 3 أيام فعاليات كلها مخصصة وورش للأطفال ولعب وتعليم، ونتمنى نقدم حاجة بجودة عالية كالعادة. في دقة في التنفيذ وسرعة كمان في التنفيذ من العمال، من كل الناس اللي موجودة الحريصة على أن كل حاجة تتعمل في أسرع وقت وبدقة كبيرة. يعني الحقيقة عندنا جدول زمني بنحاول نلتزم بيه على قد ما نقدر، من أول أو من أيام الإعداد بنبقى دايما محددين، ما ينفعش أبدا أبدا نتراجع عن الأيام دي. ولو تقصد بقى المدينة، فالمدينة الشغل اللي حصل فيها والتطور اللي حصل فيها كان غير متوقع بالمرة. بتكلم عن مدينة متكاملة لكل المصريين، عن أحياء مختلفة سكنية وجامعات ومدارس ومستشفيات، غير طبعا الناحية التانية من الطريق والمدن أيضا، المسرح الروماني والأرينا الجديدة. فعلى المستويين حقيقي اللي بيحصل ان احنا بنحاول نلتزم او حتى نبقى قبل المواعيد، لان ده امر مهم جدا جدا بالنسبة لنا، ولانه كمان الاعداد فاقت المتوقع بشكل كبير جدا. لما يمكن انت بقالك كتير موجودة طبعا هنا في مدينة العالمين ومتابعة لكل اللي بيحصل، شايفة الفارق والتطور الكبير اللي حصل من النسخة الاولى للنسخة التانية،
التنوع اللي موجود وحرص الشركة المتحدة وإدارة المهرجان على التطور في الفعاليات علشان تناسب طبعا وتليق بجمهور مهرجان العالمين الجديدة. شفت الفارق والتطور ده ازاي؟ هو التطور حصل على مستويات كتيرة. التطور حصل على مستوى الفعاليات الفنية، حصل على مستوى الفعاليات الرياضية، حصل على مستوى أصلا فلسفة المهرجان، احنا عايزين نقدم ايه من المهرجان ده، كبر حجما. وتطور ايضا حصل على مستوى الشراكات وفكر الشراكات، وانه احنا حقيقة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية مع الوزارات المختلفة في دعم متبادل بشكل كبير جدا جدا لتقديم خدمة افضل، لتقديم خدمة طول السنة. احنا بنرسخ للموضوع ده انه هنا دي مدينة شغالة طول السنة لكل المصريين، فانت تلاقي هنا انه بالفعل بدأت مبادرات وزارة الصحة من مدينة العالمين الجديدة، الشباب والرياضة، التعليم العالي والطلبة اللي بيشرفونا بينورونا، غير طبعا الجامعات اللي بالفعل شغالة طول السنة، الأحياء السكنية اللي بالفعل شغالة، الحكومة اللي بتشتغل هنا كل أسبوع. فالتطور جاء أصلا من فكر الشراكة، وإن احنا بنسوق إنه المدينة استثمارنا فيها كتير جدا جدا ولسه فيها فرص استثمارية أكتر وأكتر. والحقيقة إنه الشق المتعلق بالفعاليات الفنية شق ما نقدرش نغفله، هو شق هام جدا جدا، لأنه احنا بنتكلم عن قوتنا الناعمة، بنتشرف إن هي موجودة في كل مكان، وبنتشرف الحقيقة إن هي جزء من النجاح ده، وده دخل مهم جدا جدا للمهرجان كمان. فالحقيقة إنه اعتقد إنه أبرز سمات النسخة التانية التكامل في الشراكة علشان نطلع منتج بجودة جيدة للمواطن المصري وللسائح. بمناسبة الفعاليات الفنية، احنا لاحظنا ان كمان في تنوع داخل الفعاليات الفنية من حيث الأذواق الفنية، يعني اللي بيحب عمرو دياب موجود، اللي بيحب ويجز موجود، كل الأذواق موجودة. ويمكن النهاردة عندنا حفلات الأندر جراوند وعندنا حفلات الراب، حرصكم على وجود اللون ده والتنوع ده من الحفلات الغنائية والأغاني، ولو تقول لنا كمان هيكون عندنا ايه النهاردة من الفعاليات؟ النهاردة فعلا في المسرح الروماني في حفل لفرقة أندر جراوند رابر، وده دخول بالمجان، وكل اتنين هيبقى في حفلة في المسرح الروماني لفرقة underground من الشباب والرابرز. والحقيقة انه لسه الباب مفتوح، لو حد حابب يجي يقدم هنا في المسرح او في المهرجان في نسخته التانية ممكن على الويب سايت يشرفنا وينورنا، لانه ده جزء من رسالة الهام جدا جدا، وده طبع من الموسيقى ونوع من الموسيقى، لانه الميوزك او الموسيقى يعني ما ينفعش نقول ليها لون، وما ينفعش تحكم على انه او تحدد خيارات الناس فيها. فجبنا نجم تامر حسني، وجبنا النجم قاسم الساهر، والسيدة ماجدة الرومي، وعمرو دياب، وويجز، والاندرجراوند والرابرز. يعني بنحاول دايما ان احنا نلبي كل الاذواق ونخليها تجربة ممتعة من حيث جودة الخدمة، ومن حيث جودة الحفلات، ومن حيث سهولة الحياة، ومن حيث حتى انه اي حد من المصريين ينورنا ويشرفنا في اي وقت بوسائل مواصلات متاحة دايما باسعار مخفضة في اماكن او على طول تقريبا المدينة كلها متاحة لكل الناس، مفتوحة، مفيش حد، مفيش، مش هتيجي حتى يقولك لا ممنوع. عملنا الاوتوبيسات كمان الذكية، الاوتوبيسات الذكية في الداخل، وهي يعني جو جرين او صديقة للبيئة، فالتنقل حتى داخل المدينة سهل وباسعار مخفضة، وكل الأماكن مفتوحة. أنا دايما عايزة أكد على ده، إن الأماكن كلها مفتوحة ومتاحة للمصريين، وتعالوا شوفوا شغل المصريين، شوفوا العظمة اللي موجودة، المدينة عظيمة حقيقي، وعرفوا ده شغلنا إحنا، شغل المصريين. وأخيرا انطباعك بقى عن الأجواء وحالة الطقس الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين؟ مفيش زيها في العالم والله العظيم حقيقي. يعني حتى قبل ما اجي بتشرف ان انا بشتغل يعني في المهرجان، مفيش احلى من كده في العالم، وبتمنى يعني ان كل الناس تيجي تقضي وقت هنا وتنبسط وتشوف بلدنا حلوه قد ايه، وتشوف شغلهم، يعني ده شغل كل المصريين، مفيش زي الجو ده في العالم. بالتوفيق ليكم وبالتوفيق لكل الناس طبعا في اداره المهرجان، وان شاء الله نشوف فعاليات اقوى خلال الفتره اللي جايه. شكرا جدا للاعلاميه لما جبريل المتحدث باسم مهرجان العالمين الجديده، شكرا جزيلا، شرفتينا.
يعني كما تابعنا كل هذه الفعاليات اللي هتكون موجودة داخل مدينة العلمين الجديدة، احنا دلوقتي بيتم هو دخول النجوم التابعين لوزارة الشباب والرياضة، بعض الشباب يعني ألاحظ من أمامي بعض اللاعبين الخاصين ببرنامج كابيتانو مصر وصلوا الآن للمشاركة في هذا السباق في مباراة أساطير كرة القدم اللي هتبدأ بعد قليل في فعاليات مستمرة. والحقيقة يعني مدينة العلمين الجديدة هي المدينة التي لا تنام، وفي العديد من الحفلات طبعا اللي هتكون مساء اليوم وخلال الأيام القادمة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات من مهرجان العلمين الجديدة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري على هذه التغطية. رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لمصر، وذلك لقضاء إجازته السنوية كما اعتاد خلال الفترة الماضية في مدينة العلمين الجديدة. ويعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني أن هذه الزيارة المعتادة وقضاء الإجازة السنوية لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصرية، وتأكيدا منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطاعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب أو من كل العالم. ويؤكد المهندس إبراهيم العرجاني أن هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من صاحب السمو تبرز مدى رقي الخدمة السياحية المصرية واستقرار الدولة واستدباب الأمن والأمان في مصر. استقبل الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى وحاكم الفجيرة بالإمارات وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي الذي يزور الإمارات حاليا. شهد اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع التعاون المستمر ولدعمه. وأكد وزير البترول عمق ورحابة العلاقات المتميزة بين الدولتين والتي تسهم في دفع مجالات التعاون إلى أفاق أرحب، مؤكدا أهمية التعاون المثمر في النشاط البترولي الذي يمثل نموذجا متميزا للتعاون. وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير مستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف، ووضع لوحة استرشادية بالمشروع لتوعية المواطنين بمشروع التطوير. وخلال جولته بمحافظة بني سويف لتفقد المنشآت الطبية بالمحافظة في ختام المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظات الصعيد، استمع وزير الصحة والسكان لجهود تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الموجودة بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير وتجهيز وإنشاء الأقسام وتطوير العيادات الخارجية وتوفير الأجهزة والأطقم الطبية. كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ببدء تشغيل مشروع مخازن الأدوية بمستشفى الأمراض الصدرية بالمحافظة، مما يحقق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء. محافظات الصعيد واخدة اهتمام كبير، احنا بعتنا 13 إدارة مركزية من على مستوى الوزارة في الأسبوع اللي فات بس علشان تشوف الأربع محافظات، بعتنا أكثر من 153 متخصص ومن إدارة الحوكمة والرقابة والتفتيش من الوزارة، الغرض منها إن احنا الوقوف على الموقف الحالي، إذا كان في بعض النواقص نكملها، إذا كان في بعض المشاكل والتحديات نقدر احنا نتغلب معاها. الناس بتشتغل شغل محترم جدا في ضوء صعوبة الإمكانيات، ولكن في تواجدنا دايما بنبقى موجودين لحل المشاكل ونجازي إذا كان في أي تقصير، وأيضا ونثيب أي حد كان بيتميز في شغله. إحنا عندنا مشروعات تم تطويرها عشان نقدر نطور كافة منظومة الصحة في بني سويف، وأهمها هي المستشفيات وخاصة المستشفيات العامة والمركزية. طبعا كمان بنطلب استكمال النواقص، الملف الكبير اللي معالي الوزير شغال عليه إن شاء الله وهينتهي قريبا، نواقص الأدوية، إضافة طبعا إلى محاولة إن احنا نغطي عجز الأطباء اللي موجود عندنا في المحافظة.
كما عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف. تناول الاجتماع تفاصيل الجولة الميدانية التي أجراها وزير الصحة في مستشفيات المحافظة ومناقشة التحديات والاحتياجات التي قد تؤثر على سير الخدمات الطبية والخطط المستقبلية لمواجهة كافة التحديات. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال مع رجاء رمزي. إليك رجاء. شكرا جزيلا لينا، شكرا لك نهى. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أكد أن قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة في مصر. جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم استعراض الجهود التي قام بها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية لحل عدد كبير من المشاكل التي تواجه المستثمرين، التي كان أغلبها لأسباب إجرائية وإدارية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا حول موضوع الاقتصاد الرقمي، تناول من خلاله ماهية الاقتصاد الرقمي وأثره على النمو الاقتصادي ووضع الاقتصاد الرقمي العالمي، بالإضافة لمقارنة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة استراتيجيات الاقتصاد الرقمي. كما استعرض المركز أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بواقع الاقتصاد الرقمي محليا وأيضا جهود الدولة لدعمه، حيث أشار المركز إلى أن التحول الرقمي على رأس أولويات الدولة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030. يلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورا رئيسيا في تعزيز مقومات التنمية المستدامة. قام وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بزيارة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية وميناء الفجيرة البترولي في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. يأتي ذلك في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لاستقبال وتخزين وتداول البترول ودراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة الاستثمارات المشتركة في هذا المجال في مصر باستغلال المقومات المتاحة لدى الجانبين. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى دينا ونوافة. إليكم. شكرا لك رجاء رمزي. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. مدبولي يتابع موقف تطوير مشروعات الغزل والنسيج والسيارات ويطلعوا على جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. نتنياهو يتعهد بالرد على هجوم الجولان وقواته تشن غارات على جنوب لبنان تسفر عن قتلى وجرحى. وحماس تتهم نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق تهدئة في غزة، ورئيس وزراء بريطانيا يطالب باتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في القطاع.
وصلنا إلى ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصرية. شكرا لكم، إلى اللقاء.